شخص نام عن صلاة العصر والمغرب والعشاء، كيف يصلي بعد أن يقوم إذا وافق العشاء؟ هل يصلي العشاء بنية العشاء ثم يصلي العصر والمغرب، أو يصلي العشاء بنية العصر ثم يصلي العشاء والمغرب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يجب قضاء الفوائد مرتبا بأن تقدم الصلاة الأولى ثم التي تليها وهكذا، فإذا فاتته صلاة العصر وصلاة المغرب ولم يستيقظ إلا في وقت العشاء كما ذكر السائل، فإنه يجب عليه المبادرة إذا استيقظ بقضاء الصلوات التي فاتت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فيجب قضاء الفوائد على الفور ومرتبا، فيصلي صلاة العصر ثم يصلي بعدها صلاة المغرب ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة وهي صلاة العشاء، لا بد من هذا الترتيب. نعم.